بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء. في النهاردة أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تصل إلى حد السيول على مناطق متفرقة من محافظة شمال سيناء، وعلى فترات طبعا متقطعة. أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون خفيفة لمناطق من جنوب الوجه البحري وقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء على فترات متقطعة. دلوقتي خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك استاذه هالة، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. يمكن في فرص لسقوط امطار النهارده. انا كان عندي ملحوظه امبارح ان انا كنت في مصر الجديده والدنيا مطرت فجاه، وبعدين انا بكلم صحابي قالوا لي احنا ما عندناش مطر، فهي مطرت فوقي انا بس؟ يعني المطر كانت امبارح في مناطق معينه بس من القاهره، ولا كانت على مناطق مختلفه؟ والنهارده اخبار الامطار ايه؟ هي بالفعل الامطار دايما لما بتحصل بنلاقيها في مناطق ومناطق، وده طبيعه وجود السحب. السحب بتبقى متجزئه، فممكن نلاقيها في مناطق ومناطق اخرى لا. يمكن احنا بالفعل بالامس شاهدنا سقوط امطار في معظم محافظات شمال البلاد حتى شمال الصعيد. الامطار دي كانت متفاوته في الشده على المحافظات الساحليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، كمان بعض المناطق من محافظات شمال الصعيد. لكن ده طبعا كان وفقا لتوقعات الهيئه العامه للارصاد الجويه بسبب تاثر البلاد بوجود امتداد لمنخفض جوي متعمق بشكل كبير في طبقات الجو العليا. اليوم المنخفض الجوي ده هيبدا يتحرك بشكل كبير باتجاه الشرق، فيبدا ياثر علينا بامطار. لسه في استمرار لسقوط الامطار، لكن كمياتها هتكون اقل من امس في بعض الاماكن، لكن هتكون بزياده او بشكل زياده في المناطق الموجوده في شرق جمهوريه مصر العربيه، وتحديدا في محافظه شمال سيناء تكون امطار متوسطه ممكن تغزر احيانا. الطبيعه الجغرافيه في محافظه شمال سيناء ممكن تؤدي لتشكل بعض السيول في المحافظه، بالاضافه كمان امطار متوسطه على السواحل الشماليه اللي هي المحافظات المطله على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري. تمتد الامطار بكميات اقل وبشده اقل من المناطق الداخليه، فتمتد امطار خفيفه للوجه الجنوب الوجه البحري، القاهره الكبرى، مدن القناه، بعض الاماكن من خليج السويس. ويمكن الساعات الماضيه ويمكن حتى الان في تساقط الامطار في بعض المناطق المتفرقه من القاهره الكبرى، وتحديدا في شرق القاهره الكبرى عليها سقوط امطار، ومتوقع استمرارها خلال الساعات القادمه بشكل متفاوت وبشكل يعني متقطع. بالاضافه كمان اليوم هيكون في استمرار لانخفاض قيم درجات الحراره. اليوم العظمى على القاهره الكبرى متوقع ان هي تكون 21 درجه مئويه فقط النهار، فبالتالي احساس الطقس اقرب للجو الصيفي اللطيف تماما فقط النهار في معظم محافظات البحريه. فترات الجو هيظل فيها انخفاض منصوص في قيم درجات الحراره، خاصة ساعات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر، أجواء باردة في معظم المحافظات. صغرى فترة الليل متوقعة أنها تكون 14 درجة مئوية. المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة، تحس بالبرودة أكثر، تحس بقيم درجات حرارة كمان أقل من 14 درجة مئوية. كمان اليوم متوقع تكون في نشاط نسبي للرياح في معظم محافظات الجمهورية، غير مثير لأي رمال وأتربة، لكن هيزود إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة، بخلينا نحس أكثر في برودة الطقس. مع غدا الخميس ان شاء الله تبدا تتلاشى فرص سقوط الامطار من اغلب مناطق الجمهوريه، يكون في اي استقرار في الاحوال الجويه بشكل كبير. مرتفع جوي هياثر علينا في طبقات الجو العليا، فبالتالي هيكون في عوده لظهور الشفوره المائيه على اغلب الطرق الزراعيه السريعه والقريبه من المسطحات المائيه، فيكون معاها طبعا انخفاض في الرؤيه صباح الباكر. عشان كده احنا هننصح كل الساده المواطنين لازم اول حاجه ناخد بالنا من نوعيه الملابس، لازم جاكيت واحنا خارجين بقى دايما، خلاص ملابس شويه وجاكيت واحنا خارجين فترات الصباح الباكر او ساعات الليل المتاخر. القياده تكون باستخدام على اغلب الطرق مع سقوط الامطار، او حتى كمان مع طبعا الشبور المائيه فتره الصباح الباكر غدا باذن الله. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، نصائح مهمة جدا من هيئة الأرصاد لازم نخلي بالنا منها. دلوقتي تعالوا مع بعض نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14، وفي العاصمة الإدارية 21-13، الإسكندرية 21-12، والعلمين الجديدة 20-14، مطروح 20-13، ودمياط 20-14، بورسعيد 22-13، والإسماعيلية 22-12.
أما في السويس فدرجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12 والعريش 21-11، كاترين 15-4 وطابة 22-14، حلايب 26-19 وشلاتين 27-20، شرم الشيخ 24-16 والغردقة 25-16، الفيوم 21-11 وبني سويف 21-10، الوادي الجديد 22-8 وأسيوط 22-9، سوهاج 22-10، قنا 22-11، الأقصر 23-14 وأسوان 24-14. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة، ودلوقتي عودة مرة تانية لجمانة ومصطفى ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا كيرا، شكرا جزيلا. شكرا يا هلا.